أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الإخبارية. البداية من الأثار التي تخلفها ميليشيا الحوثي والتي لن تنتهي في الوقت المنظور وتحتاج إلى وقت طويل وفقا لموقع عدن تايم، فإن خبراء الألغام ينزعون 70 لغما في بيحان في شبوة. قال الموقع: انتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش أكثر من 70 لغما زرعتهم ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في منطقة ذهب غرب مديرية بيحان في محافظة شبوة. يتابع عدن تايم: ما تزال الفرق الهندسية تواصل عمليات نزع الألغام تمهيدا لتحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، وكانت الفرق الهندسية قد انتزعت أكثر من 600 لغم من المواقع التي تم تحريرها من الميليشيات في جبهة بيحان خلال الأيام الماضية. موقع بوست علق في صفحته الرئيسية حول ما يدور في جبهة نهم وقال في عنوان بارز: الجيش الوطني يضبط كميات كبيرة من الأسلحة شرق العاصمة صنعاء. أفاد المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء عبد الله الشندقي أن قوات الجيش ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة مقاتلين موالين للميليشيا في نهم شرقية صنعاء، وصلت حديثا لدعم الحوثيين في الجبهة. أضاف الشندقي: قوات الجيش مسنودة بالمقاومة نجحت في السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الإنقلابيين والتي كانوا يعتمدون عليها لإخفاء الأسلحة، منها قذائف RPG، رشاشات كلاشينكوف، قذائف أخرى، كما تمكن من أسر أعداد كبيرة من الميليشيا أثناء فرارهم من المواقع بعد تقدم الجيش. قال المتحدث: الجيش يسير وفق الاستراتيجية المخطط لها في التقدم نحو المديريات التي تسيطر عليها الميليشيا، وهذه الاستراتيجية تعتمد على عدم التوغل بشكل كبير بهدف تحصين المواقع المحررة وإيجاد نقاط عسكرية لحمايتها، ومن ثم التحرك باتجاه مواقع أخرى. أحيا العالم قبل أيام ذكرى وفاة السياسي المناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والثوري المعروف نيلسون مانديلا، وعن هذه المناسبة كتب خالد الرويشان: نيلسون مانديلا يصرخ في اليمنيين: هذا هو الطريق أيها التائهون، لا تتقاسموا، كونوا مواطنين لا عصابة. يحتفل العالم كله بذكرى وفاة نيلسون مانديلا، رفعوا صورته في باريس ولندن ومدن أوروبية أخرى. وحدهم العرب لا يحتفلون بالرجل ولا يتعلمون منه، وهو الذي أحبهم ودافع عن قضاياهم طوال حياته. لكننا نحن اليمنيين اليوم أحوج ما نكون للتعلم من نضال وكفاح نيلسون مانديلا ضد العنصرية بكل ألوانها السلالية والمذهبية والمناطقية. في سنة 1800، أي قبل 216 سنة بالكمال والتمام، وصلت طلائع المستوطنين البريطانيين لجنوب أفريقيا، كي تصبح هذه الأقلية البيضاء خلال سنوات قليلة استعمارا عنصريا بشعا وقاتلا للشعب الأسود المظلوم والمنهوب. واشتعلت البلاد بالكفاح والنضال، ودام هذا الكفاح المرير حتى سنة 1994، حين خضعت الأقلية البيضاء للقانون الذي يحكم العالم: المواطنة المتساوية. لو أن عصابة البيض اجتاحت البلاد ودمرت بيوت مناهضيها وسجنت معارضيها، ماذا كانت ستكون النتيجة؟ لا يمكن لشعب تحكمه أقلية أن يستقر، ما بالك أن يتقدم أو يعيش كما يعيش العالم. المواطنة المتساوية يا قوم هي الحل، مواطنة قائمة على احترام القانون. العالم كله يتغير سواكم يا غبار التاريخ. ما كان لأوباما وهو سليل أسوأ عبودية عرفها التاريخ أن يصبح رئيسا بدون المواطنة المتساوية. لقد انتخبته الأغلبية البيضاء. تنفسوا الهواء الطلق أيها المجانين، عيشوا عالم القرن 21 لا عالم القرون الغابرة الغبراء. مشاهدينا إلى موقع الاشتراكينت، عنوان: الإنترنت يعيق نمو الأعمال في اليمن. يقول الموقع في التفاصيل: تعاني الشركات كما الأفراد من بطء السرعة وسوء الخدمة وعدم القدرة على إنجاز الأعمال، ما دفع ناشطين إلى إطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم معا ضد أسوأ إنترنت في العالم يمن نت، للمطالبة بزيادة السرعة وتخفيض الأسعار. بحسب التقارير الرسمية،
تبلغ أقصى سرعة للإنترنت في اليمن 4 ميجا بايت في الثانية بتقنية ADSL، لكن هذه السرعة غير متوفرة إلا في مناطق محدودة، فضلاً عن أن التقنية المستخدمة قديمة وباتت خارج نطاق الخدمة أصلاً وفقاً للمتخصصين. يضيف الموقع: تغطي شبكة الإنترنت ما نسبته 14.12% من سكان اليمن، جلهم في المناطق الحضرية، فيما لا تتوفر الخدمة في المناطق الريفية التي يقطنها حوالي 70% من السكان. وبحسب خبراء ومتخصصين، يتصدر الإنترنت في اليمن قائمة الخدمات الأعلى سعراً والأكثر رداءة بسبب الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة العامة للاتصالات. موقع مصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية وقال: الحوثيون يحذفون أهداف 26 من سبتمبر من صحيفة الجيش ويهيلون القداسة على زعيمهم. يقول الموقع: بدا العدد الأخير من صحيفة الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية صحيفة 26 من سبتمبر غير مختلفة عن النشرات الدينية التي تصدرها المراكز الدينية المتطرفة، وتصدرت صورة زعيم جماعة الحوثيين الصفحة الأولى دون عنوان. يضيف الموقع: لم يقتصر تعدي الحوثيين على تغيير السياسة التحريرية للصحف الحكومية، بل تحولت إلى إحدى الأدوات، أدوات التحشيد الطائفي، حيث حذفت الإدارة التحريرية للصحيفة العمود الأيسر من الصحيفة كان فيه الأهداف الستة للثورة اليمنية، وحلوا محله عمود القول السديد. الطفلة توكل توفيق المنصوري، الطالبة في الصف الثاني الأساسي، ذهبت برفقة جدها ووالدتها لزيارة أبيها المعتقل في سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء. عندما رأت والدها في السجن قالت للسجانين إنها تريد البقاء مع والدها في السجن. لم يكترثوا لمقترح الطفلة، سرعان ما أعادوا والدها إلى الزنزانة، ثم طلب منهم مغادرة السجن دون أبيها توفيق، كما كتب عم الطفلة وضاح محمد المنصوري، والذي كتب عن ما حدث للطفلة في مقاله المنشور مصدر أونلاين. عادت توكل ابنة أخي إلى القرية قبل شهر بعد زيارة إلى صنعاء لرؤية والدها المختطف في زنازين الميليشيا الحوثية هناك. لأول مرة تلمح توكل أباها منذ اختطافه مع زملائه العام الماضي من فندق بشارع الستين بصنعاء. عادت الطفلة وهي تحتفظ بالكثير والكثير من صور البشاعة لجماعة الموت الحوثية في مخيلتها الصغيرة، عادت وقد استكمل قبح العصابات هيئته في ذهنها. لقد حدث لها ذلك على باب الزنزانة. ستكبر توكل يوما وستروي البشاعة بشكل أدق. لا شك أن خيال طفلتنا توكل أكثر نصاعة وبهاء، وفي ثناياه ترتسم قصص المأساة كلها. ستكون الدهشة مكتملة إذا أخبرتكم أن توكل شرعت في سرد جزء من الحكاية لأقرانها في القرية، وفعلت ذلك أيضا مع كل من كانت تتعرف عليهم في طريقها إلى المدرسة. تخبر توكل رفقاء طفولتها أن العصابات الحاكمة في صنعاء تتعامل مع أطفال المختطفين وأمهاتهم أسوأ من تعامل قوات الاحتلال في إسرائيل مع المواطنين. هكذا تقرب لهم الصورة بحسب ما تخزن ذاكرتها من مشاهد شبيهة تحدث مع أصحاب الأرض والمغتصب في فلسطين. تدرس توكل في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة تبعد كثيرا عن البيت، والطريق إليها شاقة، ولكنها لم تكترث لطول المسافة ووعورة الجبال، فقد منحتها الحياة ما هو أقسى وأعظم من صعود ونزول هذه الجبال وأطول من المخلاف، وهو فقدان حنان الأب المغيب خلف القضبان منذ أن غادرت صنعاء منتصف العام الماضي 2015. احتفظت الطفلة الكبيرة بدموعها إلى أن تأكدت أن والدها لم يعد يسمعها، ثم انفجرت باكية بين أحضان والدي، وبلهجة الطفولة الواثقة من نضجها قالت لمن حولها: شوفوا أني ما بكيت عند أبي عشان ما أغثيه وأزعله. إلى محافظة الجوف، حيث عنوان موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية وقال: إحباط مخطط للحوثيين لزعزعة الأمن في محافظة الجوف. قالت الصحيفة: أحبطت قوات الأمن في محافظة الجوف مخططاً للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق لزعزعة الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المحافظة.
أوضح محافظ الجوف أمين العكيمي أن قوات الأمن في المحافظة ألقت القبض على عصابة تخريبية مدعومة من قبل المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع تقوم بزعزعة الأمن والاستقرار. في كثير من الحالات يقع المهاجرون من الصومال وأثيوبيا بأيدي الأمن، ينجو من قام بتهريبهم، ويقول موقع الصهريج أنه أخيرا وقع عدد ممن يقومون بتهريب البشر بين أيدي قوات الأمنية، وعنوان الموقع قوة أمنية تحتجز مهربين أفارقة في ميناء العليب في رضوم شبوة. قال الموقع: احتجزت قوة أمنية من قوات التدخل السريع مواطنين أفارقة يعملون في التهريب البشري من دولهم إلى اليمن خلال عملية مداهمة ميناء العليب في بير علي مديرية رضوم شبوة. أوضح المصدر أن القوة ألقت القبض على 4 مهربين وسفينتهم في ميناء وعلى سفينتهم في ميناء العليب بعد مداهمة قامت بها زوارق تابعة لبحرية بلحاف وقوات التدخل السريع التي اقتحمت الميناء من اتجاه اليابسة. أضاف المصدر إن إيقاف التهريب وتدفق شباب القرن الإفريقي إلى سواحل محافظة شبوة سيتم القضاء عليه خلال وقت قصير. وقبل قراءة أهم ما تقوله الصحافة العربية في صفحاتها اليوم، نذهب أيضا إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مجددا نرحب بكم مشاهدينا إلى صحيفة العرب الجديد والتي اهتمت بواحد من أهم الموضوعات في محافظة تعز، وهو دمج المقاومة الشعبية في وحدات الجيش الوطني. قالت الصحيفة إن هذه الأزمة تتجه نحو الحلحلة ولو جزئيا، بعدما أفاد مصدر في اللجنة الخاصة بصرف رواتب الجيش في المنطقة العسكرية الرابعة التي تتبعها الألوية العسكرية في محافظة تعز. وفي حديث مع العرب الجديد قال المصدر في اللجنة: تم اعتماد تجنيد 10,000 فرد لمحافظة تعز، تم تقسيمها بين قيادة المحور والألوية الثلاثة، اللواء 35 مدرع واللواء 22 ميكا واللواء 17 مشاة وقيادة المحور بواقع 2500 جندي لكل لواء. قيادة عسكرية رفيعة في تعز كشفت أن التعقيدات القائمة سببها أن عملية الدمج جرت منذ البداية بعيدا عن المنهجية العلمية المتبعة في التقاليد العسكرية، وما جرى هو مخاطبة قادة المجاميع برفع كشوفات بأسماء أفرادهم من دون أن يكون هناك أي معايير. الهدف الأساسي من الدمج حسب ما رأت قيادات سياسية رفيعة في تعز العرب الجديد هو إيجاد جيش قوي يتكفل بمهام التحرير، وأيضا بوضع إطار قانوني للجماعة المسلحة حتى لا تصبح البلاد مسرحا للميليشيات، وحتى ينحصر السلاح في يد الجيش الذي يمثل سلطة الدولة. أكدت القيادات أيضا أن الفرصة موجودة أخيرا لإنشاء جيش على أسس وطنية يكون بمنأى عن التجاذبات السياسية، وهي المبادئ التي نصت عليها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية، تابعت جهود الحكومة الشرعية في مكافحة الإرهاب وقالت في أحد عناوينها إفشال هجوم إرهابي في المكلا، حيث تمكنت أجهزة الأمن في مدينة المكلا من إبطال عبوة الناس فزرعتها عناصر إرهابية في طريق رئيسي بالقرب من دوار 22 مايو في منطقة فوة. أفاد مصدر أمني بأن أجهزة الأمن عثرت على العبوة وقام خبراء متفجرات بإبطال مفعولها عقب تأمين المنطقة وتطويقها. وأكدت القيادة العسكرية في المنطقة الثانية بالمكلا أن الحرب ضد الإرهاب في حضرموت مستمرة ولن تتوقف حتى تطهير المحافظة من تلك التنظيمات الإجرامية. إلى صحيفة الحياة اللندنية، قالت إن ميليشيا الحوثي فرضت خطباء التابعين لها في عدد من مساجد مدينة ذمار بقوة السلاح، ما دفع بعشرات المصلين إلى مغادرة المساجد. أكد شهود عيان أن المصلين بمسجدي الأخضر وسط مدينة دمار وعبية بخط رداع
غادروا المسجدين بعد اعتلاء الخطباء الحوثيين منابرها، معلنين رفضهم التام لهذه الانتهاكات التي يقترفها الحوثيون بحق مساجد المدينة من خلال توظيفها لنشر الطائفية والعنصرية، تضيف الصحيفة. في محافظة البيضاء اقتحمت ميليشيا الحوثي مسجد التوحيد في المدينة واختطفت خطيب المسجد وإمامه وحاولت فرض خطيب تابع لها. عن الإرهاب وتوظيفه سياسيا، كتب ياسين سعيد نعمان مقالا شرح فيه الاستخدام المتداول لهذا المصطلح الخطير. سيظل مصطلح الإرهاب مفهوما غامضا كما يراد له أن يبقى. كل المنتديات والمؤتمرات التي عقدت لتعريفه اصطدمت بقوة خفية تمنع الوصول إلى تعريف محدد يستند عليه عند استخدامه، فكل هذه الفعاليات كانت تخرج بتعريف تحكمي أو اعتباطي يمنح المستخدمين لهذا المصطلح مساحة واسعة في توظيفه لأغراض لا صلة لها أحيانا بمكافحة الإرهاب. المقاومة الفلسطينية إرهاب، لكن تشريد الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وقتلهم ليس إرهابا. الذين يدافعون عن كرامتهم وكرامة أوطانهم إرهابيون، والذين يدوسون كرامة الآخرين ويقمعون إنسانيتهم ليسوا إرهابيين. أريد لفوبيا الدين أن تكون محورا لتعريف الإرهاب بإسقاطات مارسها التطرف من كل النحل التي فقدت القدرة على المجادلة والمحاججة، فاستخدمت التعريف الاعتباطي والتحكمي للمفاهيم مثلما استخدم غيرهم التفسير الجامد أو الخامل للنص. الإرهاب آفة خطيرة لا يجب أن تربط بدين بعينه أو مذهب بذاته أو بعرق أو بطائفة أو بأمة، كما لا يجب أن يوظف لتمرير موقف سياسي أو تكريس مصلحة من أي نوع كان، لأن هذا التطرف في التعاطي مع الإرهاب هو إرهاب بذاته. لكل موقف من أي ظاهرة علته، وعلة رفض التطرف هو الإرهاب الذي ينشأ عنه، والتطرف سلوك اجتماعي ينشئه ويغذيه الفكر المختل الذي يبنى على التعصب من أي نوع كان. لا يوجد تاريخ أمة على الأرض خال من هذا الفكر المختل الذي صنعه الإنسان ظلما برداء أيديولوجي مقدس أو غيره، مع ما رتبه ذلك من آلام وظلم وقتل وتشريد. مشاهدين، قالت صحيفة السياسة الكويتية أن من أقدمت ميليشيا الحوثي على اعتقالهم في محافظة البيضاء كانوا ضيوفا في أحد الأعراس في المنطقة، وتم مداهمة العرس واعتقال 30 من الضيوف. قالت مصادر مقربة من المقاومة الشعبية، ميليشيا الحوثي وقوات صالح داهمت في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس حفل زفاف في منطقة الرباط في مديرية دي ناعم بمحافظة البيضاء. وتقول الصحيفة أن من اختطفتهم الميليشيا اقتادتهم إلى جهة مجهولة بحجة إقامتهم زفة للعريس في الليل. صحيفة البيان الإماراتية أوردت أحد الأخبار الحاصلة على الأكثر مطالعة وعنونت: البرلمان الكوري الجنوبي يقيل رئيسة البلاد. إلى التفاصيل، تبنى النواب الكوريون الجنوبيون مذكرة إقالة بحق الرئيسة باراك غيون هي بسبب فضيحة فساد واسعة تحرمها من صلاحياتها التنفيذية التي آلت إلى رئيس الوزراء، حيث صوت البرلمان على المذكرة ب 234 صوتا مقابل 56 ضد غيون هي التي سوف تحتفظ بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية الإقالة، وهي مسألة يمكن أن تستغرق بعض الوقت. تتهم المذكرة غيون هي بانتهاك الدستور والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة، وحصلت المذكرة الأسبوع الماضي على تأييد 171 نائبا مستقلا ومعارضا، وكان ينقصها أصوات 29 من أعضاء حزب ساينوري الحاكم ليتم تبنيها. وبعد تردد بدا نواب الحزب الحاكم مصممين على إقرارها، ووجهت اتهامات وجهت الاتهامات للرئيسة والتي تتعلق بصديقتها المقربة تشوي سون سيل، التي أتيح لها الاطلاع بشكل غير قانوني على وثائق سرية ومسودات لخطابات رئاسية بغرض التأثير على سياسات الحكومة والحصول على مبالغ كبيرة لتمويل مؤسستين غير نفعيتين تابعتين لها. كثيرون من العرب اليوم
ممن لا يزالون يعيشون على نغم الماضي متأثرين بشكل كبير به بحدود عقلية لا تسمح لهم التفكير خارج إطار الماضي. هكذا بدأ علي محي الدين منصر مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال محي الدين في جزء منه: أكبر دليل على أن كثيرين من قادة الرأي والسياسيين والمثقفين ومن يشغلون مناصب عديدة ذات تأثير كبير في الدول العربية يعتقدون أن العالم العربي أصبح ينافس بشكل كبير دول العالم المتقدمة. من يتابع الوسائل الإعلامية ويشاهد ما تعرضه من أحداث مستمرة ويومية يشهدها الواقع العربي والإسلامي وأصبح مثخنا بها، يجعلنا نخجل كثيرا من مدى المأساة التي أصبح يعيشها العرب، وكيف باتت بلدانهم ورقة سهلة التمزيق من الغرب بأياد عربية في رجوع كبير إلى الخلف وتدهور بشكل مرعب نتاج لحماقات بسيطة ظل العربي يصفق لها وهو يتنفس لون الحياة على الأرض لم تثره أوروبا وما تشهده من حالة تطور، غير أنه ظل منهمكا كيف يشعل نار الحرب ويفخخ أراضيه بتفاهات جعلت منه يظهر أكثر تقزما في عالم متقدم. كل ما يحتاجه العرب للخروج من هذه الصورة القديمة البالية العرض أن يفهم هؤلاء أن العالم اليوم ليس نسخة الماضي التي تشغل عقولهم وتذيب خلايا التفكير لديهم لكي يفكروا بالحاضر ويخرجوا من عقلية الاستبداد والتعنت وممارسة الدكتاتورية على من يخالفونهم الرأي. فالعالم اليوم يختلف لينتج، والعرب يختلفون فيزهقون الحرث والنسل. الأمم المتحدة حذرت من تحول مدينة حلب السورية إلى مقبرة عملاقة، وذلك بعد ارتكاب عدة مجازر من قبل النظام السوري بحق المدنيين هناك واضطرار الآلاف منهم إلى النزوح هربا من الموت، فيما يلي بعض من الصور من مدينة حلب والتي وردت في صحيفة الشرق الأوسط، نتابع سويا. في هذه المجموعة من الصحف والصور نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من كشك الصحافة اليوم. نتابع سويا الآن الكاريكاتير، وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه.